ايوه ايوه يا معلم، فين بقى الحاج فواز يجي يشوفك وانت بترقصي؟ اللي يعرف ابويا يبقى يروح يقول له. انا ممكن اعمل واسوي فيك والسهرات بعزف لغني، لكن اللي مصبرني عليه ورقة كده على خفيف عشان العيلة اللي في ظهرك. معلش يا حبيبتي، بكرة هتيجي وتقعد معاكي وتطمن عليكم. هي راحت انه سابتني لوحدي كده. ايه سابتني لوحدي دي؟ ما احنا كلنا اهو مع بعض. وبعدين خليني بقى اعرف اصرح لك شعرك الحلو ده. انهار، انت شايلة مني في حاجة يا انهار؟ انا لا شايلة منك ولا من غيرك. امال ليه بتعامليني وحش كده ومش طايقة لي كلمة؟ ما البيت كله مش طايق بعضه. جت عليا انا؟ انهار على فكره انت اكتر واحده عارفه ان انا ماليش اي ذنب في اللي الحاج عمله مع هدى. لو سمحتي انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده بالذات قدام البنت، هي مش ناقصه. ولا انا ناقصه، ولا بقيت قادره استحمل اصلا العيشه في البيت ده. العيشه دي انت اللي اخترتيها وانت عارفه ان فيها غيرك، وادينا اهو بنتسرسب واحده ورا التانية، والله اعلم مين عليه الدور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسم الله عليكم يا اختي منك ليها، قاعدين تتسعروا وتتسامروا زي ما يكون حبايب، ما بطلوا كذب بقى وتفوقوا نفسكم. يا بنتي هبل مالك داخله علينا بزعبيبك كده؟ انا بقول لك يا استا انهار، كان عندي يا اختي سؤال كده محشور جوه هنا في معاميقي. انت يا اختي واخده لي البت في حضنك كده وعامله لي الحنينه، هو انت هتفوقي من الدور ده امتى؟ ها؟ روحي يا حبيبتي اطلعي فوق نامي مع اخواتك. حاضر. روحي يا حبيبتي. روحي يا حبيبتي، اسمعي كلام مامتك انهار يا حبيبتي. سميحة، مش فايقالك ولا رايقالك. ولا انا طايقاكي، ولا طايقة العيشة باللي عايشينها، ولا طايقة المزغودة دي اللي دخلتها علينا دخلة الشوم والندامة. يا اختي يا اختي، يا رب ارحمنا يا رب، عمالين نهنن وندادي وفي الاخر حنن، هنترمي في الشارع كلنا رمية الكلابة، والهرب هي اللي هتربي لنا عيالنا مقلب كبير. انت يا بنتي يا هبله شاربه حاجه؟ اه شاربه يا اختي. لا انا ما قلتلكيش شاربه يا اختي المر من كعاني، او النعمه الشريفه شاربه المر من كعاني مع راجل عينه زايخه ونسوان هفق راضيه بالمنطشه وقله القيمه. ما احنا لو نسوان صح يعني ما كناش قبلنا نعيش مع راجل كل شويه عمال يلطش فينا. احنا لو نسوان بجد كنا وقفنا له وقفه واحده. خليه يتكتم بقى. وانت عايزانا يعني نعمل ايه يعني يا سميح؟ وانت يا اختي مش كنتي صاحبه الشورى السوداء اللي احنا فيها دلوقتي؟ عندك حق ونبي يا انهار. وبعدين يا اختي مالك كده؟ ما انت رضيتي بنفس الوضع اللي انا رضيت بيه، وقبل انا كمان ما ادخل العيله دي وانت قابله على نفسك الوضع ده، جايه دلوقتي تبكتيني ليه يا اختي وعايزه تشيليني الجمل بمحمل؟ يا اختي نقول طور يقول احلبوه. بقول لك الذنب هيبقى في رقبتنا كلنا لو سكتنا له. بقول لك ايه؟ هو مش واقف لاخته؟ نوقف له كلنا. نقف له يعني نعمل له يعني يا ميحه؟ نقف له يا اختي ونعلق له المشنقه احنا كلنا، ولا نقف نعمل ايه؟ يا اختي هو نعمل اي حاجه؟ اي حاجه بدل ما يجيب لنا واحده تطب على قلبنا وتسكتنا؟ بقول لك يا بنتي يا سميحه اعمليها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذا النص القرآني العظيم يبين المولى تبارك وتعالى عمق العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، حيث قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو ما يستر بداخله، فإذا كان حال اللباس أنه يستر ما بداخله، فكذلك جعل الله تعالى المرأة ستراً لزوجها، وجعل الرجل ستراً لزوجته، وجعل كل منهما يعصم الآخر من الوقوع في الرذيلة. أبويا فين؟ لسه ما رجعش. ما انت عارفه ما بيرجعش دلوقتي. خشي خشي. الحمد لله. وبرضه الاحتياط واجب. مالك كده داخله متسحبه وعماله توشوشيني؟ في ايه؟ هطق من جنابي، خلاص زهقت. ليه تاني؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، وهي دي المصيبه. هو لسه برضه واخد جنب ولا ايه؟ كانت خلاص رجله قربت تيجي في الخيه. بس مين حال الله الحربايه يا انهار؟ هي والحربايه الصغيره التانيه دي نبروا في الليله بوظوها لي. طب مش هتقولي لي بقى يا سميحه انت جايه كده ومخبيه ايه في الشنطه دي؟ هقول لك، بس حسك عينك حد يشم خبر. عيب عليكي، ده انا نعمه حبيبتك برضه. ايه بقى اللي في الشنطه؟ ازازه من اللي بتلطش، مع سجارتين حلوين من بتوعك، وشويه مزيكا، ونقوم ننفض العمل اللي على جسمنا. يا خبر اسود يا سميحه، خمره؟ يخرب بيتك هتفضحيني، انا بقول لك حد شرفك ما تروحي تقولي للجيران. ده واين واين نبي ده، عارفه ايه؟ فاتح شهيه كده. قومي يا بنت قومي، هاتي كوبايتين يلا قومي، وتعبسي الباب كويس، واوعي تفتحي بقك، وانا هظبطك، هتبقى ليله عسل. هدى انهار، هنا يا اختي عماله اشبه واقول هتشاور ولا تسلم. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارفه. وحشتيني يا انهار، طمنيني بناتي عاملين ايه؟ كويسين يا اختي، مش ناقصهم اي حاجه غير انهم يشوفوكي. حكم القوي بقى. الحاجه فواز عمره ما منعك تيجي تشوفي بناتك. انا كل يا اختي ما اروح اشوفهم يسالوني ابقى مش عارفه اقول لهم ايه. النصيب يا هدى. المهم قولي لي، انت عامله ايه في دنيتك؟ بحضر دروس وبدي دروس وعايشه مع امي، يعني هعمل ايه؟ بس انت غريبه، حضرتي النهارده الدرس وانا كنت ياما بتحايل عليكي تحضري معايا. مش عارفه، حسيت كده يا اختي زي ما كنت بعدت عن ربنا شويه، قلت اقرب اسمع حاجه يمكن تنفعني. مالك يا انهار؟ في حاجه مزعلاكي؟ تعرفي كل ما بسمع صوت ايه، ولا صوت القران في التلفزيون، ولا حتى صوت الاذان، بحس قد ايه ربنا حنين علينا. بحس يا اختي زي ما كنت بغسل روحي، بغسل نفسي من جوه من كل اللي بنشوفه في دنيتنا دي. لا 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 لا، مالك يا نهار؟ انت فيكي حاجه غريبه النهارده، فيكي ايه يا اختي؟ احكي لي. انت عارفه ان انا كنت عارفه معنى الكوابيس اللي كانت بتجيلك، بس كنت بخاف اقول لك، كنت بخاف. ما هي اتفسرت يا اختي، واللي حصل حصل، واترميت في الشارع. يمكن ما كنتش خايفه عليكي قد ما كنت خايفه على نفسي.
وكل ما باجي اقول لك بخاف يا اختي، حاسه زي ما يكون كاس وداير علينا كلنا. لا يا انهار، انت غيرنا خالص، انت عنده حاجه تانية. لا، اللي بترخص روحها ما بيبقاش ليها تمن عند حد، صدقيني.